السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. أمير في منام يدل على البشائر بنيل الرفعة والنجاح في الأعمال. وفسر ابن سيرين رؤية الأمير في المنام بتميز الرأي ورفعته عن الآخرين، وربما دل على الزواج للآدم. فيما رؤية الأمير والتحدث معه في المنام يدل على الكلام المسموع للرأي والرأي السجيد بين الناس. ورؤية مصافحة الأمير في المنام تدل على التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فيما ابتسامة الأمير في المنام تدل على الفرج والخير الكثير. أما رؤية الأمير يجامعك في المنام فتدل على نيلك منصبا جليلا بين الناس. أما رؤية الزواج من الأمير في المنام فتدل على نيل مكانة عالية ومنصب مرموق في المجتمع. في مهجية الأمير في المنام ترمز إلى تولي المناصب والمسؤوليات الكبيرة. فيما رؤية الأكل مع الأمير في المنام فهي تدل على نيل الرزق والمال الوفير من أهل السلطة، وضرب الأمير في المنام دليل على قيام الرائي بعمل يستوجب عقوبة، ورؤية الملك والأمراء في المنام دليل على السلطة والقوة، ورؤية الأمير خالد الفيصل في المنام تدل على الصلاح في الدين والشأن. أما رؤية أمير قطر تميم في المنام فتدل على الخير الكثير والنعم العديدة، فيما رؤية الأمير المتوفى في المنام فتدل على ذكر محاسنه واتباع خطاه. أما رؤية الأمير في المنام للرجل فتدل على توليه مناصب عالية بين الناس. فيما رؤية الأمير في المنام للعزباء فهو دليل على الزواج القريب إن شاء الله. ورؤية الأمير في الحلم للمتزوجة يدل على زيادة في مكانة زوجها بين الناس. أما رؤية الأمير في المنام للمطلقة فهو دليل على الحصول على الراحة والأمان. فيما رؤية الأمير في المنام للحامل فهو دلالة على ولادة طفل ذكر بإذن الله تعالى. وإذا رأت الحامل أن أميرا جميلا في المنام فهذا يدل على ولادة طفل يكون ذو شأن في المستقبل إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.